احنا قصينا ان البرنامج من اجل الممرضين اعدوهم ممرضين، وكذلك خدينا تجول للدراسات الشبه الطبيه والسلك الثاني للدراسات الشبه الطبيه من المستوى الاكاديمي دول جنوب الصحراء. مي عمر ما كان عندنا واحد اللقاء ديال القبيلات اللي هما من الدول العربيه. ربما هذا اللقاء هو جا في الوقت ديالو لان احنا في حاجه ليه، وحنا جد مسرورين بالمشاركه ديالنا فيه. هو لقاء فيما يخص القبيلات والممرضات فيما يخص الولاده والصحه الانجابيه، وحنا كما تنعرفوا ان البلد ديالنا المغرب قد حقق نتائج جيده في هذا المجال، بحيث ان عدد الوفيات ديال الامهات نقصات من 1111 وفاه في كل 100,000 ولاده حيه الى 72 في 2017، يعني في اخر دراسه اللي دارت. وكذلك هناك انخفاض في الوفيات ديال المواليد، وهذا ما تخلينا الا اننا نجد اصرارا، لان ما خش لا يمكن ان يكون لا ام تموت ولا اي وليد يموت. وبالتالي احنا في هذا الاطار ديال تبادل الخبرات مع القبيلات ديال الدول العربيه، هو اطار اللي غيخلينا نتحدوا فيما بيننا في مجال تكوين القبيلات والممرضين في هذا المجال ديال الصحه الانجابيه، وكذلك اننا نتبادلوا التجارب ديالنا معهم فيما يخص التكوين ديال القبلات، لان القبلات تمثل واحد الدور الرئيسي في التكفل بالنساء الحوامل من الحمل حتى ما بعد الولاده. وبالتالي هذا التكفل خصو يكون بطريقه جيده، لان كل ما يخص المؤشرات اللي هي يا سواء تتبع الحمل ولا الحمل في الاماكن الامنه يعني في المستشفيات ولا في دور الولاده بالمغرب فهو مرتفع، ولكن خص يكون واحد التتبع كذلك ما بعد الولاده. وهذه القبله المغربيه خصها تكون متمكنه، هي الحمد لله واحد التكوين اللي هو جيد جدا، ولكن خصنا نعرفوا كومون نعطيوها السبل كذلك، وشنو هما الطرق والاستراتيجيات الناجحه في الحد من عدد الوفيات والمرضات ديال النساء والاطفال يعني والمواليد خاصه. حنا في صدد الانخراط ديال المغرب في ديال الاهداف ديال التنميه المستدامه 2030، حنايا من الاهداف ديالنا فيما يخص الصحه الانجابيه وهو تقريب الخدمات في المجال القروي، يعني يكون واحد، لان هناك تفاوتات بين ما هو مجال حضاري ومجال القروي، اذا غيكون واحد تسليط الضوء على جوده الخدمات بالمجال القروي. تمكين النساء اللي هما يا اي مراه في المغرب اللي هي حامل، هذا خص تكون عندها واحد التتبع اللي هو من طرف القابله او من طرف الطبيب اذا كان عندها مشكل. وكذلك بالمجالات يعني التفاوتات المجاليه خص يكونوا فيها قابلات اللي هما متمكنات، ماشي يكون نخليو المجال بعض ديال الطرق ديال الولاده اللي هي يا لا ما تتشرفش البلاد ديالنا اللي هو منخرط في واحد القطار تنموي رائد. شيء ثاني وهو اننا تنحاول ما امكن انه يكون واحد التعاون فيما يخص المستويات ديال التدخل من دور الولاده الى المستشفيات اللي هي متخصصه، يعني دور الولاده هي المستوى الاول في هدف المساعده ديال المراه والجنين ديالها الى المراه الحامل، وكذلك المراه الى ولدات والجنين ديالها الى مستوى المستشفيات اللي هي متطوره اللي عندها امكانيات اللي تتخول لنا اننا نحاولوا نقضوا الحياه ديال المراه والوليد ديالها في الوقت المناسب. وجميعا ماشي غير وزاره الصحه، حتى المجتمع المدني لازم انه ينخرط، وحتى المواطنين والمواطنات خصهم ينخرطوا في هذه الاستراتيجيه حتى نتمكنوا ما اننا نكونوا جديرين بالوطن ديالنا وبلادنا الحبيب. شكرا. احنا سعداء بوجودنا النهارده بناء على دعوه وزاره الصحه المغربيه، ونكون من الشركاء الرئيسيين في المنتدى النهارده اللي جمع عدد كبير من الدول العربيه عشان نناقش قضية وهي مشكلة رئيسية احنا بنواجهها في أغلب البلدان إلا عدد قليل، وهي ارتفاع وفيات الأمهات والمواليد وأهمية إن احنا نستثمر في مجال القبالة عشان نوصل لأهداف التنمية المستدامة. من حسن حظنا إن المؤتمر بينعقد في المغرب، لأن هي ليها تجربة رائدة في خفض وفيات الأمهات والمواليد، ودي حاجة يعني بتدي زخم أكتر وبتضيف يعني ثراء اكتر للفعاليات بتاعه اللقاء، لان بالفعل
الدول الثانية ممكن تستفيد أكثر من وجودهم في المغرب، عندهم فرصة أكثر للتحدث والنقاش مع ممثلين وزارة الصحة والمجتمع المدني وجمعية القبالة والزملاء برضو من منظمات الأمم المتحدة الأخرى. فوجودنا هنا بيدي فرصة طيبة جدا لنجاح المؤتمر، لتوثيق خبرة المغرب ونجاحاتها والاستفادة منها وتبادل الخبرات، لأن كل الدول حققت بالفعل درجات مختلفة من النجاح، ولكن ده بيقول إن هو نجاح ولكن مش كافي، لسه بنطمع في المزيد. واحنا موجودين كممثلين لصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال مكاتبنا المختلفة للعمل مع كل الدول حكومات والمجتمع المدني عشان نقوي مهنة القبالة ونساهم في تحسين الوضع في كل دولنا العربية. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.